لي قوي. انا اللي مصممهم كله. القمر بقى فرحه امتى؟ بعد شهرين. ياه هانت. امال فين ماما بقى؟ طنشتكم ما جاتش معاكي ولا ايه؟ ماما تعيش امتى؟ والدي تعبان ما بيقدرش ينزل من البيت. ولا يهمك ولا يهمك، لو هو ما قدرش يجي ممكن احنا نروح له. عندي ليكي بقى حبة فساتين هتهوسك. تعالي. ايه ده ايه ده؟ القمر ده؟ ما قلتلكش بقى يا باشا البت جانا وجودي عملوا فيه ايه امبارح؟ ايه خير؟ ما اقولكش يسهوني راجع امبارح بالليل من الورديه نايم تعبان قتيل يقوموا مسهيني وسارقين مفتاح التاكسي مني. اوف قول لي ليه؟ ليه بقى؟ اقول لك ليه؟ عشان اضطر اصحيهم الصبح وادور على المفتاح فلاقيه معاهم عشان يقولوا يا بابا نفسنا نشوفك ونبوسك قبل ما تنزل وتروح الورديه. شفت البنات حنينين ازاي؟ حنينين حبايب ابوهم البنات دول، حبايب قلبي والله. عقبال ما ربنا يكرمك ويرزقك يا باشا. يا رب ربنا يبارك لك فيهم. يا رب يا باشا. ايه بقى؟ انا اتاخر اكتر من كده؟ ده انا مفحوط من الصبح يا باشا، عايز اكل لقمه. هنمشي على طول وبالمره اكلك معايا يا رب، بس الحاجه تكون عجبتك. جدا جدا هستناكي. ماشي يلا باي باي. باي باي ميرسي. يلا يا سعيد، يلا يا سعيد، بس تمام. يلا يلا دي هتمشي مننا. طارت يا باشا. راح خد بالك. تلاقش يا باشا، تلاقش يا باشا. مساء الخير. ايه ده؟ انت؟ I'm really sorry لو ازعجت حضرتك. انا مش فاهم، انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط؟ ايه الشغل ده؟ ايه المطاردات دي؟ وايه الصور اللي انت بتاخدها لي دي؟ على فكرة يا فندم، اللي انت بتعمله ده غير قانوني ومزعج جدا وما يصحش. معلش، هو باين ان حضرتك زعلانة فعلا. يا اخي انت مالك، انا زعلانة ولا مش زعلانة؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ وايه الصور اللي انت بتاخدها دي؟ أنا ما كانش قصدي أزعجك والله، أنا عاوز أكلم حضرتك في موضوع مهم جدا بالنسبة لي. Family matter، موضوع شخصي وعائلي. موضوع عائلي؟ إزاي يا فندي؟ وأنا أساساً أعرفك؟ هو أنت شكلك حضرتك فهمتيني غلط. أنا مش قصدي كده والله. أنا بس مش هينفع إننا نتكلم هنا، ممكن طب يعني نقعد في حتة نتكلم؟ بجد؟ يعني تحب حضرتك نقعد فين؟
على الكورنيش ولا عندك مكان هادي؟ عيب كده يا محترم، عيب. حضرتك شكلك فهماني غلط، انا مش كده والله. ممكن طيب اعرفك بنفسي؟ انا ادهم الشرقاوي. ادهم الشرقاوي؟ ده ايه الخفه دي؟ وحضرتك مش مصدقاني، معلش. ممكن تتاكدي؟ ده باسبوري. ايه ده؟ انت مش مصري؟ هو انا اهلي مصريين بس انا انجليزي. انا مصور صحفي وعايش في لندن، ودي اول مره اجي على مصر، وبصراحه ما اعرفش اي حد ومحتاج مساعده حضرتك. مساعدتي انا في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم انت عايز مني ايه. حضرتك ده كارتي، في رقم تليفوني هنا في مصر. معلش لو حضرتك حبيتي ووافقتي انك تنزلي تقابليني ونتكلم، يا ريت تكلميني عليه وهبقى مبسوط جدا. ولو ما حبيتيش او ما كلمتنيش هبقى متفاهم. انا اسف. شكرا، انا اذنك. يا باشا يلا يا سعيد. يلا تمام. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ تسلمي. كده اسخن الاكل 3 مرات؟ تعبتي نفسك ليه بس؟ مش قلت لك لما اجي هعمل انا كل حاجه وما تتعبيش نفسك؟ ما انا قاعده يعني، انا ورايا ايه؟ ماشي يا ماما، بس الدكتور ما اكد انك لازم تاخدي بالك من صحتك وتاخدي الدواء في مواعيده، صح ولا لا؟ حاضر. بس قولي لي عملتي ايه انت النهارده؟ مفيش، عملت 3 مقابلات، كل مره هنبقى نتصل بيكي عادي. ما تيأسيش، ربنا يكرمك ان شاء الله. ان شاء الله يا ماما. قومي غيري بقى لما احضر لك الاكل. ما تتعبيش نفسك، انت انا هعمل كل حاجه، خليك. ربنا يكرمك يا رب يا بنتي ويرزقك، واشوفك في بيت عريسك. Thank you.
الدنيا رابع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع. قفل 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 يا حبيبتي يا كميلة. انت يا بابتي ها اساعدك في ايه؟ اعمل لك ايه؟ لا يا حبيبتي مش عايز مساعده، عايزك تروحي المي وتخليها توضب السفرة على ما اخلص. احبك يا بابتي. الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع. قفل 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 قفل. طب مش هتنام بقى عشان تعرف تصحى الصبح؟ ما انا شويه كده وهروح، بس كنت عايز اسمع صوتك الاول. احبه يا ناس. وانا كمان بحبك. بس على فكره لسه قفشه. ليه بس يا بطوطه؟ عشان اللي حصل النهارده ده مش ينفع يحصل تاني. افندم ايه بقى اللي حصل ان شاء الله؟ خضتيني يا لولا. في ايه؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ ثواني ثواني انا هرد انا هرد. انت بقى مي انت رحت فين؟ شاويش لالا طب ولا ايه؟ شاويش في عينك يا نحات. انسه ليلى انا اسف والله. انا مي نامت. مع السلامه. اللي انتوا فيه ده ايه ده؟ ازاي تخليه يقول لي انا شويش؟ انا شويش؟ معاش اللي زعلك انت يا حلو يا مجنني. والله العظيم تقولوا كلام غريب الايام دي. هو بس نادر بيحب يهزر معايا. يهزر معايا ليه بقى؟ هنبقى اصحاب؟ ما انت بس يا لولا تسيبيني نتجوز. يا حبيبتي متتجوزوا وانا مالي؟ يا سلام، ما انت عارفه هو بابا مش عايز، عمال يحط لنا العقده في المنشار. والله صاحبك هو اللي خايب، معيد ولسه بياخد مصروف من اهله، وكمان مشارك صاحبه في الاستوديو. هتتجوزوا فين بقى ان شاء الله؟ لا ما احنا خلاص بقى هنشوف اي حاجه كده صغيره. ولا شبكه ولا فرح والكلام الفارغ ده. ولا شبكه ولا فرح ولا الكلام الفارغ ده. طب شبكه ماشي، لكن فرح ازاي يعني؟ ده انا متجوزه نص بنات مصر، يعني هعمل لك احسن فرح في مصر. طب ما تقفشيش. طه طه ايه؟ طه انتي انتي بتكلمي كده ليه يا بنتي؟ والله العظيم حاجه غريبه. والله يا بموت فيك يا قمر. امتى خلي بموت فيك. كان في حاجة حصلت النهاردة عايزة أقولها لك. إيه احكي. يلا يا بنات العشاء جاهز. بابانا الحلو حضر العشاء. تعالي. بصينا في عند البوليس ستيشنز. سيفل اوفيسز. هدور عليكي فين؟ ليلى الدرديري. درديري 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 فاميلي. اوكي. ايه يا لولا؟ ما بتاكليش ليه؟ ليلى! ايه يا بابا؟ ايه؟ اصلي مشغولة شوية بفكر في حاجة. ايه؟ عريس؟ عريس ايه بس يا ابو علي؟ يا حبيبتي، يا حبيبتي العرسان واقفين طابور ورا الباب، بس انت اللي مش واخدة بالك.
هو احنا مش هنخلص بقى من موضوع فتحي ده؟ فتحي ده انسان كويس، مدرس محترم. مش انت دايما وانت صغيره كنت تقولي لي انا نفسي اتجوز مدرس زيك يا بابا وجارنا، وما شفناش منه اي حاجه وحشه، وشريكي وكل يوم يكلمني. انا مش عايزه اتجوز، مش هتجوز. لحد امتى بس يا حبيبتي؟ يا بابا انتوا عيلتي وانا الحمد لله مبسوطه كده، مش عاوزه. لا يا حبيبتي انت اتجوزي بس، وانا ان شاء الله لما اتجوز انا وجوزي هناخد بالنا من بابا. خلاص يا بنت اسكتي. انا قلت 100 مره محدش يتكلم في الموضوع ده قبل اختك ما تتجوز. طب يا بابا انا مالي، انا ذنبي ايه؟ ايه اللي مش عايزه؟ انت ما اخدتش الدواء في نص الاكل. شوف يا اخويا الانسه بتوهني في الكلام علشان اسكت. حكي عليه، كلي وانت ساكته. حاضر. اقول له ايه؟ الراجل مستني مني رد. قول له لا 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 بقى. انا من رايي برضو كده. انا نفسي اشوفك متجوزه قبل ما اموت. لا اله الا الله. يا ترى يا فريدة حاسة بينا واللي بيحصل لنا؟ أنا ما عملتش حاجة غلط، أنا بطلب منها شيء طبيعي في الحياة. أنا عذرها طبعا، عذرها، بس ده مش معناه إنها ما تحققليش حلمي. يا ريت كنت معانا، يمكن كنت شلت جزء من اللي على كتافي. وهفضل صاحي كده لحد ما تريحي قلبي. سلامة قلبك يا حبيبي، ايه اللي تعبه بس فهمني.
بنتي ما تاخدنيش في دوك، انت عارفة كويس قوي ايه اللي واجعني وتعب قلبي. مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير؟ ها؟ وانت عارف رأيي وايه اللي بيريحني وانا عايزة ايه؟ يا ليلى يا حبيبتي، لحد امتى هنفضل موقفين حياتنا كده ونقعد نندب حظنا؟ يا ليلى عيشي، اتجوزي، خلفي، دي كلها حاجات اسمها ونصيب، وربنا بس هو اللي متحكم فيها مش احنا. ونعم بالله يا بابا، ما انا عارفه طبعا، بس انا مرتاحه كده، مش عايزه. ارجوك يا بابا، ارجوك بقى ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني، وبعدين بصراحه يعني هو اللي جاي قد اللي راح، خلاص بقى. ما هو عشان اللي جاي مش قد اللي راح، انا نفسي اشوفك في بيتك واشوف ولادك قبل ما اموت. ابوسيدك يا بابا، ابوسيدك يا حبيبي. ما تعملش فيا كده، والله ما بستحمل. حبيبي انت عارف ان انا ما اقدرش اشوفك زعلان، ما اقدرش اعيش ولا اجي لي نوم، ورحمه ماما ما تزعل مني وسيبني براحتي عشان خاطري بابا. برضو يا ليلى انا هحاول افكر في الموضوع يا بابا، هحاول حبيبي، بس مش عايزاك تنامي مكشره كده بقى. فين الضحكه الحلوه يا ابو علي؟ لا بص، اوعديني الاول انك هتفكري في الموضوع ده، ها؟ وما تاخدنيش على قد حالي. انت عقلك قد كده وانا اقدر؟ هتبص بس، انا بحبك، حاضر يا احلى بابا في الدنيا، ربنا يخليك ليا. جميله انتي، سوانانا انتي، اضحكي. تصبح على خير يا بابا. ايه ده؟ البت كلت بعقلي حلاوه. أنا مش قلت لك اقفلي الموبايل ده؟ أنت مديني فرصة أعمل حاجة. لولا. إيه لولا؟ يا غادة، إيه الأخبار؟ أبداً. أنت إيه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ لا معطلاني على إيه؟ مفيش أي عطلة ولا حاجة. معطلاني أنا. هو أحمد بيقول حاجة؟ لا يا حبيبتي، ده صوت التلفزيون. تصوري الراجل اياه جاي لغايه البيت هنا. راجل مين يا بنتي؟ الراجل بتاع التاكسي، انت نسيتي ولا ايه؟ ما تفوقي معايا. طب مش يمكن يا لولا قصده شريف؟ يا تهزري، شريف ايه ومش عارفه ايه؟ انا مش فاهمه هو عايز ايه بالظبط. تحبي اخلي احمد يكلمهولك دلوقتي؟ والله ما انا عارفه، انا متلخبطه قوي، بس بقول لك ايه، انا هطنش. يلا الوقت بيجري. الوقت دقيقة. مش انا قلت لك يا لولا يا حبيبتي ان الدكتور بتاع نونو نونو قال من الساعة 10 للساعة 12 انسب وقت، والساعة دلوقتي 10:30 يا لولو بقى. صحيح، انا نسيت، انا اسفة جدا. يلا روحي بسرعة، يلا روحي. طب بصي انا نص ساعة كده وهكلمك، نص ساعة. لا ولا تكلميني ولا حاجة، انا هنام خلاص، اشوفك بكرة. وربنا معاك، وربنا معاكوا يا رب. سلام. هيا، كنا بنقول ايه بقى؟ كنت بقول كلمة في بقك بس انت ما خدتيش بالك. طب قولها تاني. هقولها تاني دلوقتي.
تفكر اوعى تفكر اضحك اضحك كركا حلوة الدنيا زي السكر حلوة الدنيا زي السكر اضحك كركا عندك ايه خلاص خارجه؟ يا بابا خارجه. طب ما تتاخريش علينا بقى. ماشي، انا عايز اخد رايك في موضوع كده. ايه؟ فكرت في موضوع فتحي؟ فتحي يا بابا؟ بابا انا مش شاغله نفسي بالموضوع فتحي ده خالص، وارجوك انت كمان ما تشغلش نفسك بيه لا هو ولا غيره. وبعدين مش معقوله حركات العيال اللي بيعملها دي في الناس، لو طلع يشغل لي اغاني ويقفل على السلم. يا بنتي يا بنتي فتحي بيحبك، وهو ظل فتحي ولا ظل حيطة. أرجوك يا بابا كفاية هزار بقى في الموضوع ده. اسمعني، في حاجة حصلت كده عايز أخد رأيك فيها، ملحقتش أقولها لك امبارح. خير يا بنتي قلقتيني، بس يا رب يكون الموضوع فيه راجل صح. في راجل بس مش زي ما أنت عايز. طب احكيلي احكي. يلا معايا اخر ثلاثة، مين هياخدهم؟ قلبي حاجة اخر اثنين جديد. يلا التيكت دلوقتي ب 10 و20 و15، ما تاخرش يا مان. اتفضل هات شويه عشان خلصت اللي معايا. ايه طب وزعت على الدكاترة ولا لسه؟ لا انا مش هدي حاجة للدكاترة، كل مرة اديهم وهم ما يجوش. معلش اخليها عليك المرة دي. ازيك يا دكتور؟ كلها اتباعت. الله ده خبر هايل. هات شويه اوزعها. ازيك؟ تاني يا هدير، مش قلنا نبطل الهبل ده؟ حفلت ايه ومزيكه ايه؟ ما كنت دخلتي معهد الموسيقى العربيه احسن. ميدو الغنى مش هبل، وبعدين انت ايه اللي مضايقك من المزيكا؟ اللي مضايقني اللي عرفت من بره زي اي حد. ولا انت ما رضيتيش تقولي عشان ما ارفضش؟ وترفض ليه اصلا؟ ارفض ليه؟ براحتك يا هدير. سلام يا ميدو. ايه هدير، هو الواد ده طقمس تاني ولا ايه؟ عم فكك بقى، انا هكلمه كمان شويه. صلاه عماله بقى غريب قوي كده ليه؟ بس 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 ايه، هنقلبها دراما بقى ونعيط؟ اضحكي اضحكي. يلا يلا بينا. اسمع انا قلت لك يا مي، ليلى هي السبب في كل مشاكلنا. نادر، ايه اللي جاب ليلى في الموضوع؟ والنبي بلاش تلاكيك بقى. انت حطانا في دماغها، بتكرهني. هتكرهك ليه بس حبيبي؟ هي بس بتخاف عليا زياده عن اللزوم. خاف عليكي مني؟ من وزه؟ بس هي ليلى بس بتفكر غيرنا، بعدين هي شايفه اصلا الحب ده ملوش اي ثلاثه لازمه يعني. معقده. نادر قلت لك بقى 100 مره بطل تقعد تتكلم على ليلى كده. طيب بس ما تزعليش. طب بقول ايه؟ انت وراك ايه النهارده؟ عايزين نقعد مع بعض شويه. ولا حاجه. بس في فيلم نزل في السينما عايزه اشوفه. اخر مره رحنا السينما ما عرفناش نقعد مع بعض خالص. لا يا بنتي، بقولك عايزين نقعد مع بعض، وحشتيني. ماليش دعوة، خليك ليلى معايا. مش بقولك بتكرهني. طب اختها بتحب؟ وانا كمان بحب اختها. تجيبي بوسه بس احنا في الكاميرا سريع كده. بوسه يا بنتي. ولقيته تحت العمارة وبيديني نمرته. تحت العمارة هنا؟ ده كريء قوي. وتناوي تعملي ايه؟ ما انا عشان كده عايزة رأيك، انا خايفة ليكون بيعاكس. بس بصراحة شكله مش بيهزر. هو شكله ايه بالظبط؟ شكله راجل يا بابا، راجل. خواجة كده بس شوية. خواجة؟ طب ما تكلميه يا لولا، يمكن. يمكن ايه يا بابا؟ طب والله انا غلطانه اني بحكي لك. انسى الموضوع ده خالص، انا نسيته. ولما انت مقرره كده خدت منه الكارت ليه؟ ده معناه انك بتديله امل انك ممكن تتصلي بيه. انا مش عارفه الموضوع ده موترني كده ليه. لا توتر ولا حاجه يا لولا. ثم انت مش بتقولي اني انجليزي؟
معقول هيسيب ستات انجلترا كلهم ويجي هنا عشان يعاكسك مخصوص؟ يا سلام يا ابو علي، ايه يعني ما تعاكس؟ ما تتعاكسيش، ده انت تتعاكسي ونص، بس اللي عاكسك اقطم رقبته. بس برضو من رأيي انك تكلمي. اكلمه؟ طب ولو بيعاكس؟ لو بيعاكس تديله في جنابه كلمتين ناشفين. بس ده ما يمنعش برضو يا لولا انك تكلميه. القهوة بردت. سلام. ايه ده؟ ايه اللي جاب القهوة دي هنا؟ وكمان زيادة؟ يلا سلام بقى يا ما انت عارف ميعاد نزولها. كل يوم بتنزل في نفس الميعاد. كنت ممكن تلبس لبس شيك محترم. ايوه بس يا فتحي مش لازم كل مره تطلع لها. ايوه بس ما انا لازم برضه تقول لها كلمتين حلوين. لا يا فتحي ما تتهورش خش اقعد وكمل شغلك واتكل على الله. الايام بيننا. ايوه انا كركر يا واسف كركر كنت حاين. انا هغسل الكوبايات والاطباق والحلل. انا هنضف المطبخ. شغل لي كده وريني كويس. ده هيبقى في الاول بس وقت الرقصه السلو بقى بتاعت العروسه مع الدخان. اشكال النجوم اللي كنت عاملها في الاول. لا 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 لا، هنا في النص الريش في النص يا جماعه. في ايه؟ ايه يا غدا التاخير ده كله؟ انا اسفه جدا جدا بجد. اسفه على ايه؟ فين الدي في دي؟ عايزه اجربه مع المزيكا واخلص. احمد زمانه جاي وهيجيب الدي في دي حالا. اسفه والله يا لولا، اصل الدكتور كان مصر يعني النهارده الصبح كمان. على الله بفايده ان شاء الله. انا قلبي حاسس اني هسمع خبر حلو النهارده. ربنا يديك يا رب ان شاء الله. لو خلصت كل حاجه واطمنت هاجي معاكي عند الدكتور. بجد ربنا يخليكي ليا يا رب يا لولا. يا ابراهيم يلا يا ابراهيم، مال حركتك بقت كده؟ قولي لي عملتي ايه؟ في ايه؟ اتصلتي بيه؟ انا طبعا لا اتصل بيه. انت مجنونه ليه بس يا لولا؟ ليه ايه؟ هو انا عارفه ده عايز ايه ولا فاهمه حاجه؟ ده شكله كده مش طبيعي. ابدا والله ده الراجل طبيعي جدا يا لولا. الراجل شاري. شاري ايه وبيع ايه؟ انت هتحسبيه عليا يعني كده؟ الورد، شايف الورد اللي بيقع منك؟ اتفضل يلا بسرعه. حياتي ركزي يا حبيبتي معايا. الراجل ماشي وراكي طول اليوم وعمال يصور فيكي واستناكي تحت البيت، ده معناه ايه؟ انسي. اهلا يا استاذ احمد. اهلا يا استاذ احمد. ايه التاخير ده؟ ما لسه بدري. انا اسف يا ريسه والله، واقف على الدائري بقالي ساعه. ساعه؟ انا قلت لها خص عليكي. اطمنت على الدي في دي؟ كله تمام 100 الحمد لله. هات بقى ما اجربه مع المزيكا. حاضر. انا اروح انا ولولا للدكتور. اوكي ان شاء الله هنسمع الخبر 100 الحمد لله. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ هات ده هنا، هات ده هنا، هات ده هنا. ومين يا بنتي ما نفسهوش في الاولاد؟ بس حكمته بقى، انا راضيه بكيت الحمد لله. خلاص. طب هتعملي ايه بقى لما مي تتجوز وتسيب لك البيت وبعد عمر طويل يعني يا عمو؟ بعد الشر هتقعدي لوحدك في البيت كده زي قرد قطع؟ يا بنتي بطلي نشوفي الدماغ بقى. جوزي كده والحياه هتلك حته عين نقعد نلعب بيه. يا ليلى العمر بيجري واحنا مش حاسين. ازاي ازاي بس اخلف واسيب عيل لوحده في الدنيا دي من غير ام؟ ده انا كده ابقى بظلمه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ليلى؟ هو حد فينا عارف هيموت امتى ولا مين هيموت قبل مين؟ الاعمار بيد الله يا حبيبتي. ونعم بالله يا حبيبتي انا عارفه، بس المرض ده اخذ ستات العيله كلها، امي الله يرحمها وخالتي وجدتي، حتى بنت خالتي راحت وهي صغيره. والله انا ساعات بخاف على مي وبخاف اقول لها لا تتعقد زي. الله يرحمهم كلهم. بس انت غير، انت متابعه مع الدكاتره وبتعملي تشيك اب بشكل دائم وبتنفذي تعليماتهم بالحرف الواحد، متوتره كده ومتنرفزه على طول. انا
نرفز على طول. امال انت ايه؟ قولي لي بقى، انت عايزه ولد ولا بنت؟ اللي يجيبه ربنا كله كويس يا سي محمد. انا عايزه بنت. بصي الفستان ده كبير ازاي. يا خلاص هي ام احمد اسمها ايه؟ معرفش اسمها. ماما. ماما؟ مش عارفه. مش فاكره اسم حماتك؟ لا مش فاكره. انا فاكره اسم امي الاول، بس انا هاخده يا دوبك على قدي دراع بس. طب والله نشتريه، اهي بشرة خير. تعالي. 100%. ايه ده؟ هلو. ايه العروسة الحلوة اللي معاها موبايل دي؟ اسمك ايه جميلة؟ مريم. الله، انا بحب الاسم ده قوي. عندك كام سنة؟ 7. 7؟ كتير كل دول. خبر، تحبي العروسة؟ تعالي اقول لك حاجة، تعرفي انا عندي عروسة بحبها قوي، وانا قد كده بنيمها جنبي في السرير. جميلة قوي ما شاء الله، ربنا يخليك. تقومي بالسلامة ان شاء الله. ربنا يخليك. خد بالك لولا حبيبتي، لما افرح بولادك كده واشيلهم واقعد افعص فيهم. ان شاء الله انت الاول، وانا بقى اللي اقعد افعص فيهم كده واعضعضهم كمان. كمان. يا رب يا لولا. ان شاء الله. بس البيبي ده حبيبي. باي. باي. اتفضلي. ها ايه الاخبار؟ مش عايزكم تقلقوا، انتي هتعدي عليها بكره تاني وهنعيد الكشف، وان شاء الله هيبقى خير. ان شاء الله هيبقى خير. ان شاء الله. يعني ايه يا دكتور؟ هو لسه برضه؟